لمعلومات عما يجري في المصارف اللبنانية ينضم إلينا من بيروت وعبر سكايب المحلل الاقتصادي والمالي دان قزي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير أستاذ دان. شكرا على استضافتك. هل يمكن اعتبار المحضر السري الذي سرب من باريس مؤخرا تمهيدا نفسيا أو جس نبض للبنانيين ليتقبلوا تدريجيا فكرة خسارة أموالهم في البنوك؟ لا، انا بعتقد التسريب اللي صار هو كان يعني بمثابه اللوبينج اذا بدك من قبل المصارف، يعني هن سربوا المحضر حسب اذا بدك حسب هن كتبوه. الاهم من المحضر اللي تسرب هو شو قال الرئيس ماكرون رئيس جمهوريه فرنسا من بعد الاجتماع، يعني سمى القطاع المصرفي في لبنان سميه بونزي سكيم، يعني تلبيس ترابيش، يعني عمليه احتيال كبيره اذا بدك. فبعتقد انه هيدا هو الدليل الاكبر اذا بدك عن شو كان نتائج الاجتماع وشو النظره الفرنسيه او الاوروبيه لموضوع القطاع المصرفي. طيب هذا تلبيس الطرابيش مثل ما تفضلت حضرتك، يعني موضوع معروف في لبنان يعني ولا هذا موضوع يتم التغطيه عليه؟ من المسؤول عليه وكيف يتعامل مع اللبنانيين؟ يعني هذه المصاري الفلوس بالاخر الناس تريدها يعني. هلا في بعض يعني في شائعه كبيره من الشعب اللبناني فهمت الموضوع، بس في يعني سوء تفاهم عن شو صار بالودائع. يعني معظم الشعب اللبناني بيعتقد انه حطوا هن مصرياتهم بالمصارف والمصارف دينتها لمصرف لبنان ومصرف لبنان دينها للدوله. هيدي اذا بدك القصه مثل ما فهمها شائعه كبيره من الشعب اللبناني. طبعا البونزي، الفرق بالبونزي شيء ثاني، انه راح يعني دينت ل يعني الودائع، الناس كانت عم تدفع فايده من خلال استقطاب ودائع جديده، هذا هو البونزي. يعني عم بدفع لك فايده انا مش باستثمار، بس عم جيب واحد جديد لادفع لك منه، وهيدا طبعا وقف وقت اللي بطل يجي يعني اموال جديده. وطبعا معظم المصاري راحت يا على البونزي يا على دعم سعر صرف الليرة، وطبعا شوي راح على تمويل الدولة، يعني شيء 25% مثلا. طيب قانونيا يعني ما اعرف كيف يمكن انه الناس مودعه فلوس في المصارف فجأة اللي حاط 1000 يجي يلقى 1500 مثلا؟ يعني هناك تصريح وزير المالية اللبناني يقول بأن هناك يجب ان يكون هناك قانون او تشريع، يعني وكأنه حتى شرعنة اخذ فلوس الناس، يعني كيف قانونيا يعني؟ هلا الاموال المودعين بالمصارف انصرفت، راحت ما انا موجوده. يعني هي مش قضيه انه عم يعمل اقتطاع، هي قضيه انه هاليوم الانسان اللبناني مش عم يقدر يسحب مصرياته، يعني المصريات مش موجوده. لحتى يتم استرجاع هالشيء، الطريقه الوحيده ليتم استرجاع هالشيء هو انه يجربوا يعيدوا بعض الاموال اللي هربت قبل ما صار في الكابيتال كنترول الغير رسمي. يعني في ناس مثلا لنقول حدا فات عمل هندسه ماليه فات بال 2016 10 مليون، ظهر بال 2019 ب 20 مليون، ال 10 مليون اكسترا اللي اخذها هيدي اخذها من مصاري المودعين الموجودين. يعني ما في طريقه غير هيك لحتى يصير في اذا بدك حل او استرجاع بعض الودائع. يعني هيدي الحركات عن اصول الدوله وانه الاي ام اف بيجي بيعطينا مصاري وكذا، هيدي كلها بصراحه اوهام، يعني منا واقعيه. طب ماذا عن موضوع الودائع والفوائد؟ يعني اذا هذه كمان الناس مش قادره تاخذها، يعني عملوا الهيركت بطريقه ثانيه، عملوا الموضوع بطريقه ثانيه. صح، يعني هي الهيركت عم بتصير هلا من خلال انه بخليك تسحب جزء ضئيل من الوديعه بالليره اللبنانيه على 3900. يعني هلا اليوم الليره مثلا رح توصل على 9000، يعني عم تاخذ انت هيركت على حالك طوعيه فوق ال 50%، طبعا عم تاخذ جزء ضئيل من الوديعه، يعني ما عم تاخذ معظمها. وطبعا كل مره بيزيدوا لك اياها شوي، ال 3900 بيزيدوها، بس بالسوق السوداء الليره بتنهار اكثر. يعني هالهيركت هيدي، نسبه الهيركت عم بتزيد مع الوقت. وهلا صار لنا سنه اليوم العالم ما عندها اكسس يعني او تقدر تسحب الودائع. يعني الحديث هلا اذا مرق سنه بيمرق سنتين، اذا مرق سنتين بيمرق خمسه، بكل شيء بلبنان يعني. طيب يعني هذا الوضع طبعا دائما ابحث عن المستفيد كما يقال. بهذا الوقت ايضا هناك موضوع سماسرة الشيكات البنكية اللي طلعوا في هذه المرحلة، هم موجودين مش بس ببيروت ولبنان، لكن هذا الموضوع هل قانون لهذا الموضوع؟ هل هذا الموضوع قانوني في وضع في هذا الوضع المماثل يعني؟
هلا فيها نظرة، يعني في يعني في ناس بيطلعوا فيها بطريقتين، بس هي النقطة إنه التصريف الشيكات اللي عم بيصير هي لحتى واحد يعني استسلم إذا بدك على قصة الودائع وعم بيظهر بكير. فاللي عم بيصير هو إنه اللي بيشتري، يعني اللي بيشتري الشيك هو شخص بيكون عنده ديون بلبنان، فبيشتري منك على نقول هو معه دين ب100,000 دولار، بيعطيك 30,000 دولار كاش او برات لبنان او 35 او 40,000 دولار اللي ما هنالك، وبياخذ مقابله شك ب100,000، بيدفع قرض ب100,000. يعني اللي عنده دين استفاد بانه راح الدين تبعه، واللي بده يظهر لانه عايز المصاري ليعلم اولاده برا او لانه بده يظهر او ما بده ينتظر الحل لمشكله الودائع كمان عم يظهر. يعني فيها استفاده اذا بدك للفريقين يعني. طيب في جزء نعم. كبير من الديون اندفع يعني اليوم. طيب سيد دان ابقى معنا، يعني نحب نكمل معك، لكن في نقطة نريد نتكلم فيها الأول اللي هي مسألة حركة الأسواق وأسواق العقارات، راح نتابع عليها موضوع بعد مرور شهرين على انفجار بيروت لا تزال تداعياته تنعكس على أكثر من قطاع، ومنها السوق العقارية التي تشهد تحولا من نوعية في نوعية الاستثمار، خاصة لأصحاب الأموال الذين يسعون إلى إخراجها من المصارف الخاصة بعد الأزمة المالية الحادة التي تشهدها لبنان. رغم الانتكاسة التي أصابت قطاع العقارات بعد انفجار ميناء بيروت، لم يتوقف وليد عن البيع والشراء في هذا القطاع، لكن هذا السوق الذي سجل على مدى الأشهر السابقة حركة مالية تفوق 5 مليارات دولار أمريكي يشهد حالياً تحولاً نحو الاستثمار في الأراضي بدل الأبنية المعرضة للمخاطر على غرار انفجار الرابع من أغسطس الماضي. ما في شك أنه هذا الموضوع عم يتكاتر. ليش؟ لأنه بالمبني غير أنه صار في انفجار بهالمنطقة، إذا بنحكي بهالمنطقة ما عاد في إمكانية بيع، بس إذا بنحكي كبلد ككل اليوم كمان المطورين اللي عليهم ديون واللي كانوا عم يبيعوا عقارات بشيكات مصرفية باعوا، وقسم كبير من هذه العقارات انباعت. بقى اليوم عم ينتقل الشاري إلى الأراضي والعقارات الغير مبنية. منذ نشوء الأزمة المالية لجأ العديد من المودعين في المصارف الخاصة إلى شراء الذهب والسيارات الفخمة كسبيل لإخراج أموالهم المحجوزة في تلك المصارف، إلا أن تراجعاً طرأ على هذين القطاعين. توقفت شركات السيارات عن استقبال الشيكات المصرفية في الآونة الأخيرة، يعني عانيت فيها قرابة 2 أو 3 أشهر، وأيضا أصحاب الذهب يعني قد يكونوا في بداية الأمر أخذوا هذه الشيكات المصرفية لإيفاء سواء بعد القروض أو قروض مصرفية عليهم. اليوم انتقلنا إلى شراء العقارات. يسود اعتقاد لدى معنيين في هذا المجال أن التوجه نحو شراء الأراضي كملاذ آمن بدل المنشآت السكنية لن يستمر طويلاً بسبب انخفاض عدد العقارات غير المبنية المعروضة للبيع من جهة، وارتفاع أسعارها لا سيما عبر الشيكات المصرفية من جهة أخرى. مع اشتداد الأزمة المالية يتوقع خبراء أن تتراجع أسعار العقارات بالدولار النقدي نظراً إلى الحاجة الماسة إليه، فيما سيتواصل ارتفاع أسعارها بالشيكات المصرفية التي تفقد قيمتها كلما زاد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. ويليام عزام، الحرة، بيروت.